بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده الحجيج حج بيته الحرام، وأذن لهم بالوقوف في المشاعر العظام، ويسر لهم ووفق وهدى وأعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، خير من لبى وسعى وطاف وحج بيت الله الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام، فإنه لا يزال موسم الحج من كل عام عامراً بكثير من المعاني والعظات والعبر والآيات البينات التي جعلها الله عز وجل مناط هداية للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً. أراد الله أن يكون البيت الحرام والكعبة المعظمة موئلاً للهداية، ومناطاً تجد فيه البشرية جمعاء الدلالة على صراط الله المستقيم وطريق الهداية إلى جنته والدار الآخرة. بيت الله الحرام والكعبة المعظمة هي قصة البداية لحج بيت الله الحرام. الحج وقصة البداية منطلقان ينبغي أن يعيشها الحجيج، خصوصاً وأن الله عز وجل قد أثبت في كتابه ما يشير إلى قصة بناء الكعبة على يدي الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. وحفظت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك الإيجاز الذي أوجزه القرآن الكريم. في سورة الحج قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا الإيجاز في القرآن الكريم وبنحوه في سورة إبراهيم وسورة الحج في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات الكريمات في سورة البقرة وإبراهيم والحج تشير إشارات موجزة إلى هذا البناء، إلى هذه البداية، إلى قصة نشأة الحياة في هذا البلد الذي جعله الله عز وجل قبلة لأمة الإسلام، وجعل فيه بيته الحرام، وجعل الكعبة قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله كل ذلك في موئل بيته الحرام، وجعله هاهنا في البقعة التي تأمها الحجيج كل عام، وتقصده جموع المعتمرين ينادون هاتفين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قصة البداية في نشأة الحياة بمكة وبداية الحياة البشرية هنا في هذه البقعة
على ما أخرج الأئمة أصحاب السنن في الدواوين عدة روايات، لعل أشهرها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من قصة نشأة الحياة وبناء الكعبة على يدي نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. فهل كان إبراهيم عليه السلام أول من بنى الكعبة أم بنيت قبل وأعاد رفع قواعدها؟ يقول الإمام الحافظ ابن كثير: فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم عليه السلام أول من بناه مبتدأ وأول من أسسه. قال رحمه الله: هذا النص للدلالة على بيان ما يشير إلى ابتداء إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة، وإن كان ظاهر النصوص الواردة في السنة كما تسمعون بعد قليل لا تنفي احتمال وجود الكعبة مبنية قبل ذلك، لأن دلالة قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت تشير إلى شيء من ذلك. في خبر بناء الكعبة ونشأة الحياة وإتيان إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل دلالات على نشأة الحياة. هذا المجلس يا كرام لسرد رواية الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح كما جاء في بناء الكعبة وقصتها وأحداثها. أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة. أراد رضي الله عنه بالمنطق ما تشده النساء على وسطها كالحزام، يكون من قماش تشد به المرأة ثيابها على وسطها لئلا تنكشف. يقول: إن أول من استعمل هذا القماش للشد به على وسط النساء هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. ثم أشار إلى سبب اتخاذها المنطقة، قال: اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة. ذلك أن سارة زوج إبراهيم عليه السلام لما غارت من هاجر وقد حملت لإبراهيم عليه السلام فانطلق بها حتى أتى بها الكعبة، حتى أتى بها مكة امتثالا لوحي يأمره الله تعالى به، كانت تتخذ المنطقة لتدلي طرفه خلفها فيعفي أثرها، يعني يمحو أثر الأقدام لئلا تستطيع سارة ولا غيرها أن تتتبع مواضع الخطى ولا أن تتقف الأثر. قال رضي الله عنه: ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم. عند البيت أي بيت؟ الكعبة، لكن لم تكن كعبة آنذاك، أراد موضع الكعبة. إذن لك أن تتخيل بقعة من الأرض قفرا صحراء خالية ليس فيها شيء، في واد بين هذه الجبال في هذا المكان. فجاء إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه هاجر وابنه إسماعيل رضيع في يدها عليه السلام، فتركهما عند دوحة فوق زمزم، مكان زمزم، مكان بناء الكعبة قبل أن تبنى، وتركهما هناك. قال: عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، كيس من تمر وقربة من جلد فيها ماء تستقي منه هي وطفلها وتأكل من ذلك التمر الذي في الجراب، يعني في الكيس الذي وضعه عندها. ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، تركهما وانطلق، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها، تسأل ولا تجد الجواب. امرأة بضعف النساء وما في يدها من طفل الرضيع، ثم الغربة ووحشة المكان حيث لا يوجد إنس ولا شيء،
وترى أنها الآن تصارع مصيرها في ذاك المكان. وإبراهيم عليه السلام نبي خليل الله، فجعلت تسأل تنتظر الجواب وهو بلا يرد لها جوابا، أعطاها ظهره وانصرف وانطلق مقفيا، وهي تعاود السؤال مرة بعد مرة: يا إبراهيم، أين تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ يعني لا شيء من مقومات الحياة، لا ماء لا طعام، لا شيء من مظاهر الحياة، لا شجر ولا مياه ولا حركة ولا أناس يسكنون في هذا المكان. وهو عليه السلام لا يلتفت، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ هي تعلم أن زوجها نبي عليه السلام، ولما عجزت عن الجواب ألقت بسؤالها الأخير: هل هذا وحي من الله؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ولم يزد في الجواب على ذلك عليه السلام. فانظر إلى جواب المرأة المؤمنة الواثقة الصادقة التي امتلأ قلبها إيمانا بربها وصدق توكل عليه سبحانه وحسن ظن وتمام إفضاء لأمرها كله بين يدي الله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، اكتفت بهذا. تدرون يا كرام، فيما ندرس ونتعلم من معاني العقيدة كلام كثير، موجزه في مثل هذا السطر من الجملة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. من صدق في إيمانه بربه وصدق في تمام توكله وملأ قلبه حسن ظن بربه وكان واثقا أتم الثقة وأشدها وأوفاها فيما عند ربه جل جلاله، كان في معاني التوكل التي يمتلئ بها قلبه أن يكون فيما عند ربه أوثق منه مما كان في يده. عندما تكون الأسباب بيدك يكون اعتمادك وثقتك وارتماء ثقل قلبك وجنانك على ما عند الله أشد مما عند يديك، مما بين يديك من الأسباب. هذا تمام التوكل. هي رأت وتبصر أن ما بين يديها من الأسباب لا يساوي شيئا، وأن مدة الحياة التي تنتظرها في تلك البقعة لن تتجاوز جراب التمر وسقاء الماء الذي تركه إبراهيم عليه السلام، وأن الحياة إنما هي أيام إن لم تكن ساعات في مكان ليس فيه إنسان ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا شيء من مظاهر الحياة، حياة بمعنى الموت القريب. لكنها رغم ذلك رضي الله عنها ورحمها كانت تنظر بعين بصيرتها إلى أعظم مما تراه عين بصرها، وكانت تعلم تماماً أن هذا الأمر الذي أمام عينيها إن كان وحياً من الله فالله جل جلاله أعظم من أن يضيع عبداً توكل عليه وفوض أمره إليه. فكيف إذا كان العبد هذا نبياً خليلاً لله جل جلاله أن يضيع الله أهله؟ هي وثقت وكانت تحتاج فقط لأن تطمئن: الله أمرك بهذا؟ فإن كان وحياً فقد فوضت أمرها إلى الله، وهي تعلم يقيناً أنه لا ضياع لا هلاك لا فساد لا فوات لا شيء يمكن أن تخاف منه، والله عز وجل هو الآمر بهذا. يا كرام، جزء من صلب عقيدتنا في الإسلام أن نعلم أن الله عز وجل ما شرع لعباده ولا أمرهم ولا نهاهم إلا فيما فيه مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، إلا ما فيه هناءة العيش وطيب المقام في العاجل والآجل معا. ليس في شريعة الإسلام حكم ولا قرار ولا عبادة ولا معاملة وهي يمكن أن تفوت عليهم حظوظهم في الحياة أو تضيق عليهم مسالك العيش. يا كرام، هذه عقيدة ينبغي أن تمتلئ بها القلوب. كلما جاء الحجيج وجاءوا إلى مكة حرسها الله وهي معمورة بالحياة وهي من أكثر مدن العالم اليوم تطأها أقدام البشر في الحج والعمرة من كل بلد من كل جنس من كل لغة، ترجع بك الذاكرة إلى ذاك الزمان حيث هاجر،
وابنها إسماعيل، اثنان لا ثالث لهما إلا الله في هذا المكان. جعل الله هذه البقعة التي تدب فيها الحياة ناشئة من لحظة لم يكن فيها شيء، ولم يكن أمام نظر هاجر إلا الموت القريب والهلاك العاجل والفناء الحادث عما قريب تماما. كانت ترى ذلك ببصرها، لكنها كانت ترى ببصيرتها شيئا أعظم. أترون هذا الموقف من هاجر؟ هو موقف الكمل من البشر، الصفوة من بني آدم، الأنبياء والرسل عليهم السلام. موسى عليه السلام لما فر من فرعون هو والفئة المؤمنة معه، وخرج هاربا بهم بأمر الله، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وانطلق يتقفاهم فرعون بجند له أول وليس له آخر، حتى إذا أتى موسى عليه السلام ومن معه والماء أمامهم وفرعون وجنوده كالجراد من خلفهم، النظر بعين البصر يقول إنه الهلاك الآن. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وقف الطريق، الماء أمامهم والعدو خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، متى قالوها؟ قال الله فلما تراءى الجمعان، خلاص انتهت المطاردة، ووقف موسى عليه السلام بمن معه والبحر أمامهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أرأيت ماذا تقول عين البصر؟ إنا لمدركون. لكن عين البصيرة ماذا قالت؟ قال كلا. قال كلا. كيف كلا؟ لماذا كلا؟ يا أخي البحر أمامك والعدو خلفك. عندما تكون بما عند الله أوثق مما في يديك سترى بعين بصيرتك ما لا تراه عين بصرك. قال موسى عليه السلام الذي بلغت بصيرته بثقته بربه وتمام توكله مبلغا لم يصله أصحابه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالها موسى عليه السلام ولم يكن أوحي إليه بعد بالمخرج ولا بالنجاة ولا بالباب الذي سيخرج منه من ذلك المأزق. حقيقة لم تكن ترى في تلك اللحظة إلا الموت، إلا الفناء والهلاك، لكنه رغم ذلك قال كلا. تدري إلى ماذا استند؟ إلى هذه العقيدة في قلبه، إن معي ربي، والذي معه ربه سيخذله، الذي معه ربه سيضيعه، سيكله إلى نفسه، إلى قلة حيلته، إلى ضعفه. قال كلا إن معي ربي. يا أخي عندما يملأ قلبك هذا الشعور وأن ربك معك وأنك لقربك من ربك، تثق أنك طالما عبدته ودعوته ورجوته وسألته فأنت على باب الله واقف. ويوشك إذا أغلقت عليك الأبواب أن يفتح الله لك الباب، وإذا فتح الله لك الباب ساق لك من الأسباب ما لا يخطر لك على بال ولا يمكن أن تتخيله. ولو تأملت لوجدت أن أبواب الفرج والنجاة والمخارج التي تلحق العبادة في المضائق لم تكن والله بالحسبان ولا على بال أحد. عد مرة أخرى إلى قصة موسى عليه السلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله فأوحينا. أرأيت لما قال إن معي ربي لم يكن الوحي قد جاءه بعد بالمخرج، ولذلك جاءت الآية بالفاء، فأوحينا على الفور إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية. آية هل أبصرتها؟ آية هل أدركتها؟ آية كما يقول الله، هل وعيتها؟ هل تعلمت الدرس؟ إن في ذلك لآية. يا إخوة، هذا الموقف الذي حصل لموسى عليه السلام ونحفظه في القرآن ليبقى مقروءاً إلى قيام الساعة، ليعلمنا والله درساً في الإيمان والعقائد. يقول إن إيماننا بالله الذي يستقر في القلوب المسلمة ينبغي أن يزرع فيها ثقة تامة
وتوكلا صادقا وإفضاء واستعانة وتمام رجاء وحسن ظن مع تعظيم عظيم يملأ القلب حبا وخوفا ورجاء لإله واحد قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الموقف الذي تم لموسى عليه السلام هو ذاته الذي كان لمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا وسيدنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام. لما كان في حادثة الهجرة هو وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأوى بهما طريق الهجرة إلى الغار في غار ثور، وكمنا فيه 3 أيام حتى يخف الطلب ويهدأ الرصد، وقريش قد رصدت الجوائز والحوافز لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، المهم ألا يفر خارج مكة، والطلب هاهنا لوأد الدعوة وقتل الدين ودفن الإسلام بمكة، ألا يخرج ولا نجاة. مكث عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق بصحبته رضي الله عنه هناك. وصل الطلب إلى فم الغار، ووقف بعض قريش من فرق البحث والتحري على فم الغار، وقدمه على رأس الصخرة التي يختبئان تحتها، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، لم يكن بينهم وبين القبض عليهما سوى أن ينظر أحد أفراد قريش إلى موضع قدمه فيراهما تحته. هذا الذي رأته عين البصر، فما الذي رأته عين البصيرة؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. كيف لا تحزن؟ ولم لا تحزن؟ كيف لا أحزن وأنا أشعر أنها لحظة فارقة بين الحياة والموت، بين النجاة والهلاك، لحظة؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا. فانظر إلى العاقبة: فأنزل الله سكينته عليه، اطمأن القلب، وأيده بجنود لم تروها. أما قلت لك عندما تحين ساعة الفرج والله ليأذنن الله لك بأبواب ما كانت تخطر لك على بال ولن تكون بالحسبان. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيبقى هذا الدرس في القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام، لموسى عليه السلام، وتبقى قصة هاجر من أجل أن تكون قصصا تروى، نحكيها لأطفالنا، نقصها لأبنائنا، نعلمها لطلابنا، من غير أن يكون لها عندنا في رصيد الحياة أثر، من غير أن يكون لها في مواقع الحياة ومضائق الدروب التي نمر بها، من غير أن يكون لها أثر. كم مرة عبد الله وأنت أمة الله أصابتكم المضائق وأغلقت أمامكم الأبواب وانهدت أمامكم كل الحيل وفقدتم كل أمل؟ كم مرة وجدتم أنفسكم أمام ثقة عظيمة بالله توازي بل تفوق كل أسباب الحياة، وتظنون أن ما عند الله خير وأبقى؟ فلو قال لكم قائل: لكن أبواب الحياة قد أغلقت ومنافذ النجاة قد سدت وكل الدروب من حولك لا مجال، فقلت بقلب الواثق بربه: إن معي ربي. تقول: إذن لا يضيعنا. تقول: لا تحزن، إن الله معي. كم مرة قلتها؟ أرأيت إلى الجمل قالتها هاجر: إذن لا يضيعنا. قالها موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. قالها محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله إنها كلمات لا يمكن أن تصدر إلا من قلوب قد ملئت صدق إيمان بالله. كلمات ليست تعبيرات تقال في المواقف الصعاب، في هذه المواقف، في المحن والشدائد، في ساعات المضائق، إنما تنطق القلوب بما استقر فيها من العقائد. فاملأ قلبك بما شئت من ثقة ويقين وتوكل واستعانة وعبودية صادقة لله، ستثمر والله في أوقات الأزمات.
يونس عليه السلام رمي في البحر فابتلعه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لما نادى عليه السلام يا أخي أخبرني الآن بأسباب الحياة، ما الطريق للخروج من بطن حوت قد ابتلع ابن آدم؟ ما المخرج من ذلك؟ كيف النجاة؟ لكن القلب الواثق الذي ملئ إيمانا لا يزال في أضعف اللحظات أقوى ما يكون صلة بربه. لما يفقد من يديه كل الأسباب يتمسك بباب السماء ويعلم أنه أقصر طريق وأقوى حبل يتمسك به حبل السماء. تلك اللحظات التي تأتيك بفرج ينفلق كالصبح، فإذا بك يأتيك من غير باب ولا يستأذن حاجبا ولا سببا من الأسباب. يونس عليه السلام ناجى في بطن الحوت ودعا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. أرأيت الرصيد السابق لك في الرخاء في ساعات السعة هي الزاد لك عند الشدائد والمضائق. قيل لما نادى يونس عليه السلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد ما تعرف من هو، لكن الملائكة ألفت صوت تسبيح ودعاء وذكر طالما عهدته من نبي الله يونس عليه السلام. فانظر كيف كانت النجاة، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين قبل المشكلة قبل الضائقة قبل الكربة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ادخروا لكم عباد الله في ساعات السعة ومواقف الرخاء، ادخروا لكم من صدق صلتكم بالله وعبوديتكم وذكركم ودعائكم ومناجاتكم لربكم ما يكون لكم رصيدا وزادا في ساعات المضائق والشدائد والكرب، والله ليأتينك الله بالفرج. احفظ هذه الجملة، قالت إذا لا يضيعنا، وستأتيك بعدها أبواب الفرج والمخرج لما صدقت هذه المرأة المؤمنة فقالت إذا لا يضيعنا. تأمل معي، تقولها امرأة على ما في النساء من ضعف خلقة وضعف قلب وعاطفة، هي أقوى عندها من كل شيء وتبقى العاطفة عاطفة، لكن الله ثبتها بإيمان كالجبال. والله لما كان في قلب هاجر من الإيمان أضعاف ما في قلوب أضعافها من الرجال، لكنه الإيمان يصنع العجائب. امرأة وحيدة في غربة وفي يدها طفل، ألا تدري هل هو شفقة الأمومة وعطفها على طفلها الرضيع، أم هو فقدها لزوجها وتركها وحيدة في ذاك الخلاء، أم هو مواجهة المصير المجهول؟ واحد من تلك العوامل كان كافيا أن يفتت القلب ويكسر الفؤاد ويهد العزائم. ثم هي امرأة مع ذلك كله قوى الله قلبها وثبت جنانها، لأن ما فيه من الإيمان كان أعظم من كل ما تراه عيناك من الأسباب. قالت إذا لا يضيعنا. كثير من أولي القوة والبأس ينهار في مثل تلك المواقف الصعاب ولا يقوى على الوقوف على قدميه، ويصيبه من الزلل والخلل ما لا يملك معه قدرا من الصواب. احفظ الجملة سنعود إليها لاحقا، قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، الثنية موضع مرتفع بمكة من جبالها، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، يعني مكان البيت لأنه لم يكن بني بعد، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
تركهم وليس عندهم شيء، لكن ترك لهم الله فهو أعظم من كل شيء. أودع تلك الكلمات، اختفى عن أعينهم وأبصارهم دفعاً للعاطفة لما يقوم بالقلب مما قد لا يقوى معه على الاحتمال. قال: حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه الكلمات وانصرف عليه السلام. ثم قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط. أرأيت الصغير الرضيع كيف يعصر الجوع بطنه فيظل يصيح ويبكي حتى ينشق صوته ويلوي الجوع بطنه الصغير، ثم لا يزال يفرفر بيديه ورجليه يقتله الجوع لحظة بلحظة. أتحتمل أنت أب وأنت أم منظر فلذة الكبد يكاد يخطف ملك الموت روحه جوعا في لحظة كتلك لعدم وجود الماء والطعام؟ قالت: فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. خرجت تدفعه عاطفة الأمومة ألا تبصر الصغير، تخرج ويلفظ أنفاسه الأخيرة وتخرج روحه وهي لا تملك له شيئا. قالت: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، هذا جبل الصفا الذي تصعدون عليه في السعي، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، الدرع الثوب الذي تلبسه المرأة فوقها، رفعت طرفه من الأسفل لأن السعي في النزول من الجبل إلى الوادي يصيب الساعي بسرعة في الحركة فيحتاج إلى رفع طرف الثوب حتى لا يتضايق في الجري وتكون خطوته أوسع. حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. هذه قصة السعي معشر الحجيج. هو صنيع هاجر في البحث عن الماء لنفسها ولطفلها الرضيع، لما نفد السقاء وعطشت وعطش ابنها كان سعيها بين الصفا والمروة لأمرين: البعد عن الصغير يتلوى من الجوع كراهية أن تنظر إليه وقلب الأم لا يحتمل، وكانت تريد ثانيا البحث عن مخرج ونجاة. السؤال: ألم يتركها إبراهيم عليه السلام بهذا الوادي وليس فيه إنس ولا شيء ومكثت أياما ما شاء الله حتى نفد ما في السقاء؟ السؤال: أما كانت تعلم أن الوادي ليس فيه إنس وليس فيه شيء؟ أما عاشت فيه من الوقت ما أدركت معه أن البحث هاهنا هو محاولة يائسة؟ أما كانت تعلم أن سعيها ونظرها من أعلى الجبل إلى الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ أما كانت تعلم أنه سعي خلف سرام؟ فما الذي حملها على السعي؟ ليس مرة ولا مرتين، 7 مرات يا إخوة. هو الأخذ بالأسباب، هو السعي، هو البحث عن المخرج والنجاة. ليس من التوكل أن تظل مكانك وتقول يا رب وتنتظر أن يأتيك الوحي من السماء أو أن يأتيك معجزة خارقة تبدل الحال من حولك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سعت وانطلقت وهي تسعى سعي الإنسان المجهود، فعلت ذلك 7 مرات. كلما صعدت على الصفا تنظر إلى الوادي لأن المكان المرتفع يتيح للرؤية مجالاً أوسع، فلعلها ترى من قريب أو من بعيد صوتاً أحداً غوثاً نجاةً نجدةً،
فلم تر شيئا سبع مرات، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة في المرة الكم؟ السابعة. لما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. قالت: صح، تريد نفسها، يعني لا أحد تكلمه، تقول لمن؟ أسكت، تقول لنفسها تريد أن تتنصت. قالت: ثم تسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني يا صاحب الصوت أسمعتني إن كان بيدك غوث تغيثنا به ونجدة تنجدنا. تريد أن ترى صاحب الصوت الذي سمعت صوته. قال: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذا، تحوضه تجعل للماء المنبعث من تحت الأرض حوضا من التراب والحصى. لما؟ هي تحتاج كل قطرة خشية أن يذهب الماء في الأرض، فجعلت تحوضه تجعل له حوضا يجتمع فيه. قال: فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، كلما اجتمع في الحوض غرفت من الماء في سقائها، وكلما غرفت يفور الماء ثانية. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، عينا تجري في الأرض. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة. أتذكرون كلمتها لما سألت إبراهيم عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هل ذهبت تلك العقيدة في قلبها الصادق هباء؟ هل ذهبت كلمتها أدراج الرياح؟ صدقت مع الله فصدقها الله. يا إخوة، من يصدق الله يصدقه الله. قدم الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعلن بيعته، أسلم، وجده في غزوة، شارك في الغزوة، قال: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، خرج رضي الله عنه. فلما كان في أول يوم في القتال غنم المسلمون، أتي بالغنائم قسمت عليهم، نادى الأعرابي أعطاه قسمه من الغنيم، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حظك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال: على ما بايعتني؟ قال: بايعتك على أن أرمى بسهم فيدخل من هاهنا ويخرج من هاهنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فلما كان القتال في اليوم الثاني، شارك رضي الله عنه وغزى وجاهد ونصر دين الله، ولما انتهى القتال أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالسهم وقع حيث أشار، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام تعجب فقال: صدق الله فصدقه الله، من يصدق مع الله. قالت: إذن لا يضيعنا. قالت كلمة خرجت من صميم قلب ملئ إيمانا. فجاء الملك ونزل وأتى بالفرج والمخرج، وقال الكلمة التي قالها، التي قالتها في تلك اللحظة، قال: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. أرأيت إلى زمزم الذي نبع، إلى الماء الذي أصبح مجرى الحياة يستقي منه الناس إلى اليوم، فاضت أنهار وجفت ينابيع وتبدلت كثير من معالم الأرض عبر السنين والقرون، وبقي زمزم يتدفق بهذا الماء معجزة ربانية. وما ألطف قول بعضهم: هذه المرأة المؤمنة في ساعة الضيق والمحنة والشدة والكرب الذي أصابها، كان غاية مناها شربة ماء تنقذ بها نفسها وطفلها الرضيع. لما جاء الفرج
جاء بماء ما زال يجري إلى قيام الساعة، لتعلموا كم هو كرم الله وكم هي أبواب الفرج عندما يأذن بها الله. عندما يأتيك الفرج يأتيك بما تتمنى وفوق ما تتمنى، تدري لما؟ لأنك تفوض أمرك إلى القادر على كل شيء، إلى من بيده خزائن السماوات والأرض، إلى الذي يأتيك بأبواب الفرج والنجاة والخلاص من حيث لا تحتسب ولا تظن. ما كانت تظن هاجر رحمة الله عليها ورضي عنها، ما كانت تظن أن الفرج الذي أتاها كان ينبوع حياة وكان موئل قيام للسكينة والسكن واجتماع الناس في هذا البلد، لتكون مكة بيت الله الحرام، لتكون موضع الكعبة، لتكون الأمة قاصدة إلى مكان كانت بداية الحياة فيها لها ولطفلها الرضيع إسماعيل عليه السلام. قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وفي رواية الإسماعيلي يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، يعني موضع الكعبة كان مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، وأما حيث نزلوا فكان مرتفعا لا يصيبهم مجرى السيل. قال: فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، وجرهم قبيلة من اليمن أصلها. مرت بهم رفقة، يعني رفقة سفر، جماعة في طريق في سفرهم. مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، وكداء موضع بأعلى مكة عند طريق الخارج من منى إلى المسجد الحرام، حتى مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، عائفا يعني طائرا يحوم في ذاك الوادي، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء. يعرف العرب بخبرتهم في الأسفار أنه لا يمكن أن يحوم طير فوق ما كان إلا وفيه ماء، ولو كان مكان لا ماء فيه لطار الطائر مرتحلا في طريقه مواصلا، لكن لما يحوم في منطقة يدل على وجود حياة وماء. قالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، ولعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. أهل طريق وسفر ويعرفون أن هذا المكان لا ماء فيه، وأن الوادي هذا جاف أيبس، لا زرع ولا نبات ولا ماء. قال: فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو رسولين، يستطلعون الخبر، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. قالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك يكون مستقرا لهم أو يستريحون عندها؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. لما؟ خوف أن ينتهي، هم سيغادرون ربما ويرتحلون، أما هي فيجب أن تبقى. لماذا يجب أن تبقى؟ لأنه ها هنا تركها خليل الله إبراهيم عليه السلام. فإذا نزلوا وهم أهل جماعة فلعلهم إذا سطوا على الماء انتهى ونفد، وهي تخاف على الماء. قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم، لا حق لكم، يعني لن يشربوا إلا بإذنها، ولن يحملوا من الماء إلا برضاها. فوافقوا على الشرط فنزلوا عندها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسة، يعني أنست بنزولهم بجوارها وارتاحت لهم وسكن قلبها. وملك بمرأة ليس في يدها إلا طفل الرضيع، قضت وقتا تعيش وحدها، تنام وتستيقظ وتقوم وتقعد، لا أحد تكلمه ولا بجوارها إنسان تتعامل معه، ثم يأتيها أقوام في رفقة سفر ينزلون بجوارها، حتما سيكون لذلك وقعه في النفس. قال: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم واستقر العيش، وجاءت القبائل بأسرها واستقرت في ذاك الوادي. قال: حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم،
يعني تكونت أسر وبيوت، وشب الغلام. أي غلام؟ إسماعيل عليه السلام. نتكلم الآن عن سنين تتابعت، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، لأن جرهم من قبائل العرب، من عرب اليمن. وإبراهيم عليه السلام ليس عربيا، ولا هاجر ولا إسماعيل. قال فتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب. لم يكن منهم، لكن لما كبر وتعلم العربية أعجبهم. وكان إسماعيل عليه السلام شابا قد حاز إعجاب جرهم التي سكنت بجواره وجوار أمه هاجر. فلما أدرك، يعني بلغ سن البلوغ، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. ماتت ولم ترى إبراهيم عليه السلام. أمضت حياتها وفاء بمهمة كلفت بها. هل رأت الثمرة؟ لا. هل رأت الكعبة؟ لا، فإنها لم تبن بعد. هل رأت نبوة طفلها الرضيع إسماعيل عليه السلام يوحى إليه نبيا من أنبياء الله؟ الجواب لا. لكن كما رأيتم، لقد كانت في قصة نشأة الحياة في مكة صاحبة الدور الأكبر، فرحمها الله. يا كرام، بعض الناس يكتب الله على يديه أثرا في نفع عظيم وحياة أمة، ثم هو لا يبصر الثمرة. عندما تخدم دين الله، أو يكتب الله على يديك نفعا وأثرا عظيما، ليس من شرط أن تبصر الثمرة بعينيك، ولا أن تقطفها بيديك. حسبك نية صادقة وبذل وعزم وجهاد، ثم سيأذن الله لبذرتك تلك التي بذرت أن تثمر يوما ما، ولغرستك تلك التي سقيت أن تظلل الناس يوما ما. أبذل وليس عليك النتائج ولا حصد الثمار. بذلت أم إسماعيل، لقد كانت صاحبة الموقف الأكبر بإيمانها، بصبرها، بتضحيتها، بتربيتها لإسماعيل عليه السلام. غاب إبراهيم عليه السلام يمتثل أمر الله، ولما جاء وإذا أم إسماعيل قد فارقت الحياة، لم تكن تنتظر رحمة الله عليها أن يعود إليها إبراهيم عليه السلام، لأنها قنعت بذلك الجواب أول مرة. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعون. عدم الضياع أذن لها بحياة كانت هي نواتها، وبمستقبل جديد وعهد لهذه البقعة والوادي في البيت الحرام. كانت أم إسماعيل عليه السلام هي بداية النشأة فيها. يا كرام، يفعل الإيمان بقلب صاحبه ما لا تفعله كثير من الأسباب، بل إن شئت فقل يسوق الله للقلب الواثق والتوكل الصادق، يسوق الله له من الأسباب الخوارق، ومما قدر الله عز وجل من مقادير الكون ما لا يخطر على بال. عندما يصدق العبد في صلته بربه وتوكله عليه وحسن ظنه به سبحانه وتعالى. ماتت أم إسماعيل، ما شهدت المشاهد العظام التي جاءت بعد، بناء الكعبة، نبوة إسماعيل، قصة الأذان بالحج. هذه الحياة في المرحلة التالية كانت على إثر الحياة في المرحلة الأولى. دبت الحياة بمكة ونشأت بها، وانتشر الناس، وبنيت البيوت، وتكونت الأسر، ولم تكن نواتها إلا أم إسماعيل عليه السلام. كانت هاجر يا كرام امرأة، ولك أن تقول بآلاف الرجال، وفعلت رحمة الله عليها بما ألهمها الله من صبر وإيمان وثبات وحسن عقيدة وحسن وفاء بالعهد وبقاء على ما عهد به إليها. كانت في مواقفها أعظم من ألوف الرجال. صدقت مع الله فصدقها الله. غادرت الحياة ولم يكن همها الكبير أن ترى بعينيها ما مآلوا ما صنعت، ولا أن تبصر بالضرورة ماذا فعلت، ولا أن تقطف ثمرتها، ولا جنت يوما شيئا بيديها. حسبك عندما تصدق في خدمة دينك وبذلك واجتهادك في كل موضع يسخر الله لك البذل فيه والعطاء
لمجتمعك، لأمتك، لدينك وعقيدتك، حسبك أن تبذل وليس عليك أن تقطف الثمرة. ماتت أم إسماعيل، يقول رضي الله عنهما: فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل عليه السلام يطالع تركته، ينظر فيما ترك بهذا الوادي، فإذا بمظاهر الحياة قد اختلفت. رأى إبراهيم عليه السلام الفرق الكبير، وأبصر شيئا لم يكن قد تركهما عليه لما تركهما قبل سنين. قال: جاء يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يطلب لنا الرزق. ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت، يعني زوجة إسماعيل، قالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، شكت إليه شظف العيش، شكت إليه الشدة والفقر والحاجة. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، هذا التقاء الأرواح، هذا حديث الخواطر. ما رأى إبراهيم عليه السلام، ما رأى والده وقد انصرف، وعاد إبراهيم عليه السلام ولم يلتقي بابنه إسماعيل، لكن إسماعيل بعاطفة الابن وقلب الابن شعر بشيء، فكأنه آنس شيئا، فقال لزوجته: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، وصفته، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال إسماعيل عليه السلام: ذاك أبي. ما أدراه أنه أبوه؟ كيف درى وهو لم يرى أباه إبراهيم عليه السلام منذ أن كان طفلا رضيعا في يد أمه هاجر لما تركهما بالوادي؟ هذا الإلهام الرباني. قال عليه السلام: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها. هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام، ومواقف الأنبياء وحي عليهم السلام. قال: اقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. عتبة الباب هي الزوجة، وتغييرها فراقها. أوصاها بهذه الكلمة، وكان عليه السلام حريصا على الحرص على المشاعر وعدم جرح أحد وإساءة إلى أحد. فهذه أخلاق الأنبياء عليهم السلام. أراد ترك وصية، ما قال لها قولي لزوجك يطلقك وآمره أن يفارقك، قال لها بكلمة فيها تورية وفيها تضمين المقصود وفيها ترميز إلى المراد: اقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. احتفظ لها بحق مشاعرها فلم يجرحها، وحافظ على قلبها فلم يكسرها، وترك الأمر لابنه. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك. أما لماذا؟ فلأنه وجد من ضيق تحملها وقلة صبرها ما لا يليق بأزواج الأنبياء عليهم السلام. كانت أم إسماعيل على شيء أعظم، ولم يترب إلا في حجر امرأة رأت الموت بعينيها وهي تقول: إذن لا يضيعنا، أفيأتي يوم ويعيش هذا الغلام يوم يكبر ويتزوج ليعيش في صحبة امرأة رغم ما فيه من العيش والرزق والأكل والطعام والشراب؟ تقول: إنا في شدة وجهد، وتشكو إليه سوء الحال. رأى عليه السلام أن هذا لا يليق بحياة الأنبياء وأزواج الأنبياء، وهم يكتب الله لهم من الكمالات في أنفسهم وأزواجهم ما يعينهم على القيام بمهمة النبوة والاصطفاء. فقال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده.
فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. هل تبدلت الحياة؟ هل تغيرت أنماط الحياة بمكة آنذاك؟ هل انقلبت مكة مروجا وأنهارا وخضرة وزرعا وعيشا طيبا رغيدا؟ لا، العيش هو العيش. ما الذي اختلف؟ الذي اختلف إيمان ورضا وقناعة وصبر واحتمال. بين امرأة وأخرى اختلف الجواب. سأل الأولى قال كيف أنتم، وسألها عن عيشهم قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. أما الثانية فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. العيش هو العيش، لكن القناعة والإيمان والصبر والرضا بما قسم الله هو الذي يتفاوت فيه الناس. يعيش اثنان في بلد واحد وفي عيش واحد، بل ربما أخوان في بيت واحد، وبين القلبين كما بين السماء والأرض، أحدهما طيب البال منشرح الصدر راض تمام الرضا عن الله، قانع بما كتب الله، راض بما قسم الله، والآخر في غاية التذمر والتسخط والجزع واليأس والعجز والقنوط. يا كرام، هذه أعمال قلوب نحن عليها محاسبون، هذه ثمرات قلوب بقدر ما فيها من الإيمان. القلب الذي يجف ولا يسقى بماء الإيمان لن يثمر إلا الحنظل المر، والحنظل المر ضيق صدر وتذمر وتسخط وانزعاج، هذا حنظل القلوب. فأما ثمارها اليانعة فهي الرضا والسكينة والانشراح والقناعة والإيمان والثقة بما عند الله. أما العيش فهو العيش، لكن شأن القلوب هو الأساس، فانتبهوا رعاكم الله. فأثنت على الله عز وجل، قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. لم يكن لأهل مكة ذاك تلك الآونة حب يطحنونه ويخبزونه ويأكلونه، فكانوا يقتصرون على اللحم طعاما شواء مثلا ويأكلونه بالماء. قال ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه أيضا بالبركة، لكنه سألها عن الطعام والشراب ودعا لهم بالبركة فيهما. يقول صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد إلا لم يوافقا. يعني لا يمكن أن يقتصر إنسان في طعامه على اللحم فقط وفي شرابه على الماء فقط، مكتفيا بهما، مستديما الأكل على اللحم والشرب على الماء، إلا لا يوافق طبيعة الإنسان فيمرض ويعتل، ولا يجد الإنسان في جسده كفاية باللحم والماء. قال فهما لا يخلو عليهما أحد إلا لم يوافقاه، يعني من اعتمد على اللحم والماء فقط بغير مكة لن يوافق مزاجه وطبيعة الإنسانية، وسيشتكي بطنه ويعتل بدنه. إلا بمكة. لما؟ قال لدعوة إبراهيم عليه السلام بالبركة لهم في اللحم والماء، فمن خلى عليهما واعتمد عليهما لن يتضرر أو يصيبه الأذى. فقال إبراهيم عليه السلام فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ كيف عرف؟ كيف سأل؟ آنس شيئا. قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. هل تعلم أنه والده؟ لا، ما كانت تدري. وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. فظلت زوجا له عليه السلام. ثم لبث عنهم ما شاء الله
ثم جاء بعد ذلك من؟ إبراهيم عليه السلام. أرأيت كيف يطالع التركة ويتعاهد الذرية مرة بعد مرة، يتردد عليهم من أرض الشام والعراق إلى هذا الوادي بمكة، يمتثل أمر الله، تركه في المرة الأولى، جاء في المرة الثانية ولم يجده، في المرة الثالثة ولم يجدهم، جاء في هذه المرة. قال: وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. إسماعيل يبري النبل، النبل رأس السهام والرماح، وبريه هو حده بالسكين حتى يكون رأسا محددا يصيب بالرمي إذا رمي بسهم أو رمح. قال: وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. الدوحة الشجرة الكبيرة الظل. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. كيف يصنع؟ العناق والحضن والدموع والبكاء، جملة اختصرت لك مشاعر الأبوة إذا التقت بالبنوة بعد غياب طويل وبعد عهد بعيد. ثم كان يشم رائحة أبيه مرة بعد مرة من غير أن يراه، وإذا به في هذه المرة يلتقيان ويقفا أمام بعضهما. قال: فيصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني. أي حجر؟ مقام إبراهيم. جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة. هذا المقام لأجل أن يرتفع إلى صفوف البناء التي ارتفعت في الكعبة، فجعل يأتي بالحجر ليقوم عليه فيصعد إلى الصف الأعلى في البناء ويتحرك بهذا الحجر يقف عليه إبراهيم عليه السلام. فجعل الله أثر قدمي إبراهيم عليه السلام على هذا الحجر، آية من الله، غاصت قدماه في الحجر فانطبعت فيه. وأنت اليوم ترى في مقام إبراهيم عليه السلام أثر قدمي خليل الله إبراهيم. نعم، عفت مع الزمان آثار الأصابع، لكن بقي أثر القدم. قال الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم. تتكلمون يا إخوة على ألوف من السنين تغيرت فيها معالم الدنيا، جبال وأودية وهضاب وآكام، ويبقى حجر عند الكعبة محتفظاً بأثر الخليل إبراهيم عليه السلام. آية، بل قال الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال بعض أهل العلم: المقام آية، لكن الله قال آيات لأنه يقوم في عظمته ودلالته مقام الآيات المتعددة. هذا حجر، ولا يزال الناس كلما جاءوا إلى الكعبة ورأوا هذا البناء ورأوا بجواره مقام إبراهيم عليه السلام، علموا أنه كان هاهنا منذ ألوف السنين خليل الله عليه السلام يبني الكعبة. فكان هذا المقام آية من الله عز وجل. قال: جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان هذا البيت بعد بنائه أول بيت بني في الأرض.